هناك حاجة ملحة للتعلم ولدراسة العلوم الاجتماعية ولضمها في عالم العلوم غير الاجتماعية أو العلوم الصلبة كما يقال، يعني من فيزياء وطب، يعني كل ما يرتبط بالعلوم الصعبة والرياضيات. هذا يعني بأن العلوم الاجتماعية يعني ركيزة أساسية التي ينبغي أن يقام عليها البحث العلمي، أولا لتزويد العالم بأدوات جديدة، ثم كذلك ما بالظاهرة الاجتماعية والظاهرة الإنسانية. فهناك حاجة كما قلت ملحة للتفتح على العلوم الاجتماعية. وباختصار شديد يمكن أن أقول بأن المستقبل سيكون للعلوم الاجتماعية، من علم النفس وعلم الاجتماع وفلسفة. لماذا؟ لأن بحكم الصدمة التي يعرفها العالم وما يتطلب ذلك من صلابة ومواجهة في الإحاطة بهذه الظواهر والسيطرة عليها، هذا يعني بأننا في حاجة إلى علوم اجتماعية، ولكن بأدوات حديثة وبمقاربات جريئة وموضوعية وعلمية. المغرب كان دائما ينظر إليه بأنه بلد يعني يصدر، الآن أصبح يعني بلد يعني للبلد بلد العبور وبلد الاستقرار يعني بعدة دول. وسيكون المغرب في المستقبل في 10 سنوات المقبلة بلد الاستقبال أكثر مما هو بلد عبور أو بلد التصدير. هذه من الحقائق. لماذا؟ لأن أوروبا تعيش هجرة إلى البلدان الجنوب، وخاصة الرجوع ديال اليد العاملة والمغاربة القاطنين في الخارج، هناك تسارع للالتحاق بالبلد والاستقرار فيه. هذا يعني بأن المغرب اليوم هو مغرب، سيكون مغرب المستقبل، سيكون للمغرب لكي يكون بلد الاستقبال، وكذلك استقطاب القدرات واليد العاملة أو كل اليد العاملة وكذلك الأطر العاملة بالخارج، لأن هناك واحد الديناميه جديده بالفعل يعني بلوغ خاصه وصول اليمين المتطرف الى الحكم والراسيزم او يعني هذا الصراع يعني حول ما يسمى بالاديان وقضايا الاديان وكذا، يجعل المغرب سيكون بلد الاستقبال لعدة بلدان، ليس فقط الأوروبيين ولكن مختلف البلدان حتى الآسيوية الصينية، سيكون المغرب بلد استقبال. كما قلت أن العلوم الاجتماعية تلعب دور أساسي، اولا بالاحاطه بالظاهره الاجتماعيه كيفما كان نوعها، ولكن فيما يخص البعد الهجره هي تزوده بادوات، اولا النفسيه السيكولوجيه للمهاجر، يعني تحسين ظروف استقبال، وخاصه ان المهاجر يمر بمراحل كثيره قبل ان يصير الى اي بلد. هناك اولا المال الذي قد يقترضوه، المشاكل التي يتعرض لها في الطريق أو في السفر، ثم كذلك سيكولوجية الإنسان المهاجر، كلها تحتاج إلى التزود بآليات جديدة قد تفوق بكثير يعني ما يقوم به الطبيب أو ما يقوم به يعني شخص آخر، ولكن عالم الاجتماع تكون له قدرة لفهم الظاهرة والسيطرة عليها وإيجاد حلول. لأن مثلاً نفسية المهاجر المطرود من بلد إلى آخر، نفسية مثلا المهاجر الذي هو نجا من الغرق مثلا، ما هي نفسيته؟ نفسية المهاجر الذي فقد عمله أو فقد ماله أو فقد مسكنه، هذا يحتاج زيادة على العون الذي قد تقدمه الدولة والمجتمع المدني. لابد أن يعتمد صاحب القرار السياسي أو الإداري على معلومات من العالم، عالم الاجتماع وعالم النفس وعالم يعني العلوم الاجتماعية بشكل عام.
هناك استراتيجية واضحة للمغرب فيما يتعلق، ومثال عالمي، مثال عالمي لاحتضان المهاجرين الأفارقة، وهو يختلف عن التجربة الجزائرية والتجربة التونسية، لأن الآن في هذه الأيام تم طرد عدد كبير من المهاجرين الأفارقة من تونس بدعوى أنهم يمسون التوازن الديموغرافي في تونس، وهذا أعتقد خطأ استراتيجي، لأن المغرب مثلا بالنسبة للاستراتيجية التي قدمها يريد أن يبرز للغرب بأنه يمكن تسهيل مقام المهاجرين، فهو مثال يحتدى به، لأن بدأ منذ 2010 منذ بلغ وصول جلالة الملك إلى الحكم، وهناك استراتيجية واضحة، أولا تسوية الوضعية للمهاجرين، ثانيا إدماجهم في المجتمع المغربي، فتح المدارس، الصحة، يعني واحد التجربة نفتخر بها كمغاربة، لأنها بنيت على بحوث ميدانية لعلماء الاجتماع، ويعني واحتضنها المغرب ووظفها في الدبلوماسية الاقتصادية المغربية، لأنه لا يمكن لك أن تكون مثلا عضو في الاتحاد الإفريقي بدون أن تحتضن أبناء الاتحاد الإفريقي، لا يمكن لك أن تقوم باستثمارات في إفريقيا بدون أن تسوي وضعية المهاجرين الذين أنت تنوي الاستثمار عندهم. فكانت الاستراتيجية منذ 2000 ومنذ 2000 إلى 2000 إلى الآن استراتيجية واضحة مثالية، لها أهداف رمزية بالنسبة للمهاجر المغربي والعربي والمسلم في الخارج، أهداف بيداغوجية، ونلاحظ بأن المهاجرين الأفارقة يوجدون في بلدهم وهم مندمجين، ولاحظ كذلك بأن هناك واحد اندماج روحي أخلاقي يصلون مع المغاربة، وأعتقد بأنه حتى بالنسبة لإدخالهم للإسلام أصبحت يعني رهن سهلة لاعتناقهم الدين الإسلامي، لأن لهم استعداد، خاصة وأن هناك مثلا بالنسبة لأعداد كبيرة، أنا ألاحظ أن المساجد المغربية مملوءة بالأفارقة، لماذا؟ لأنهم تأثروا بالبيئة، بيئة السلام، بيئة الأمن، بيئة يعني هناك واحد اندماج كبير جدا للأفارقة في المجتمع المغربي، ولاحظنا بأن هناك زواج، هناك مدارس، هناك أعمال يوجدون في كل أحياء، ويعني المغاربة يتقبلونهم، ربما تكون بعض المناوشات ولكن محدودة جدا، لأن هناك مهاجرون جديون في العمل، في البناء، في عدة مهام يقومون بها بكامل أمانة، بكامل إخلاص، ويعني هذه من الأشياء اللي هي خطاب موجه ورسالة موجهة إلى الفرنسيين وإلى الأوروبيين بشكل عام وإلى الإسبان وإلى كل مناطق في العالم الذين يبنون الصور ضد المهاجرين. ما نجده عند ترامب وعند كل الرؤساء يبنون صور، المغرب لم يبنى أي صور، احتضن وفتح الأبواب وسهل الولوج وسهل الاستقطاب وسهل كذلك الحصول على الأوراق وعلى المكوت وعلى الريزيدانس وعلى كل الأشياء، رؤية استراتيجية مبنية على البحث الميداني، البحث العلمي والتقارير والمؤسسات لحقوق الإنسان، واحتضان كل الأفارقة بدون أي مشكل. بصراحة هذه من الأشياء التي تحسب للدبلوماسية الاقتصادية في مجال الهجرة.